حليم بأدبهم يعني هو هذا الموضوع عنده يعني موضوع خايفين مني نظام معروف رئيس الوزراء يعني شكوا رئيس الوزراء بالإضافة إلى اثنان من الوزراء يعني وزيرين وثلاث ضباط على مستوى عالي جدا الموجودين الآن في عمان ربما يكون في لهم خطة تنقل أخرى ولكن الآن بعمان لك أن تعلمي مدى اختراق الجيش الحر للنظام السوري أو للبنية الأمنية السورية إن صح التعبير رئيس الوزراء إخوته جميعا وعددهم يعني ما شاء الله جيد من 7 إلى 8 أشخاص تقريبا تم تأمينهم وخروجهم إلى وإيصالهم إلى الأردن مع رئيس الوزراء نفسه بالإضافة إلى المجموعة التي ترافق رئيس الوزراء الآن يعني هذا النظام اختراقنا الأمني لهذا النظام بات يعني واضحا والنظام الآن في حالات نزاعه الأخيرة وسيرى في الأيام القليلة المقبلة أيضا أمور أخرى هي النهاية فهن هلا شو بيقولوا عن هذا الموضوع انه هي حالة دفاع يد الثوار الآن يد الثوار الآن تطال الجميع وهي قادرة على الوصول إلى الجميع أمن الثورة قادر على الوصول إلى الجميع الآن والأيام المقبلة ستحفل بمفاجآت كبيرة للنظام.